احتفالية اليوم العالمي للمسرح الذي أقامته نقابة الفنانين العراقيين فرع بابل بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة في جامعة بابل بمشاركة مسرحية واسعة لفنانين المحافظة. ننتظر هذا اليوم في كل عام لنحتفل بقراءة كلمة اليوم المسرح العالمي وتقديم عرض مسرحي وتكريم الوجوه المسرحية البابلية وأيضا العروض المسرحية التي تقدم خلال العام المصرم. فرصة اليوم أن نتواصل وأن نقدم الفن المسرحي، لأننا نؤمن بأن الفن هو يحمل رسالة إنسانية خالدة. أتمنى أن يكون هناك دعم لهكذا نشاطات فنية في قادم الأيام. قدمنا من خلال اليوم نقابة الفنانين بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة عرض مسرحية نهاية اللعبة. نهاية اللعبة للفنان الكاتب المسرح الكبير صمويل بيكيت، كان يتحدث العمل عن الإعاقة والأشياء الواقفة، الأشياء ما تتحرك، الأشياء الثابتة. كان اعتمد العمل على السكون والثباتية، اعتمد على الصورة، اعتمد على الشكل والمضمون. يعني كان إنه الإنسان المعوق ما يقدر يمشي، كان إنه اللي عنده سيارة وتقطع رجله بعد ما راح يقدر يمشي. كانت المحاولات إنه كل أغلب الأعضاء الكادر إنه يمشون، يحاولون يمشون من جديد، بس هم ما يقدرون لأن كانوا الإعاقة كلش قوية، فصعب يقدر يمشي من جديد. يوم المسرح العالمي حقيقة هي مناسبة سنوية تقام تدة عام 1962، أقامتها جمعية الITI العالمية للمسرح، فيما بعد أصبح تقليد سنوي يقام في جميع بلدان العالم. هو يوم يحتفي به كل المسرحيين كل العالم بهذا يومهم أو عيدهم كما نقول. كانت أمسية في نقابة الفنانين في فرع بابل قدمنا مسرحية نهاية اللعبة، هي مسرحية من تأليف صمويل بيكيت وتمثيل نخبة من فناني الشباب في بابل. المسرحية هي تنتمي إلى مدرسة مسرح العبث اللي أسسها صمويل بيكيت مع مجموعة من الكتاب. هي تعبر عن اللاجدوى في الحياة والعبث والتناقض بالحياة بصورة عامة، تمثل تحاكيها أو جسدها مجموعة من الشخصيات اللي هم صاحب البيت وأبويه والخدام مالاته.